اوكي هنبدا بقى دلوقتي في ايه، نعمل شويه سلطه بلدي عاديه خالص. طبعا لو في جرجير تمام، انا لقيت هنا خس بلدي وفلفل رومي، حلو الكلام. تعالوا بقى نطلع الكاتنج بورد كده، بسم الله. طبعا اي حاجه، يعني مثلا عندي بصل، ممكن استخدم البصل الاخضر، يعني البصل الاخضر ده نزل دلوقتي وبقى جميل، هنقدر ان احنا نستخدمه، بيبقى حلو طعمه حلو في الشتاء، يعني الاجواء دي بتبقى جميله. الخس البلدي كمان، الفلفل الرومي، الجرجير، الفجل الابيض او الاحمر، الحاجات الحلوه دي. تعالوا بقى احنا معانا النهارده بصل، بقدونس، وجرجير ومتقطع، وطماطم وخيار وملح وفلفل، لا ملح وكمون وشطه، خل وشبت وعصير ليمون وزيت زيتون، او ممكن يعني تستغنوا عنه، كوبايه ميه متلجه. طيب انا هاخد كده مثلا ايه من الفلفل ده، بس ايه السلطه الخضراء دي بقى من الحاجات الجميله. عايزه اقول لكم ان ما كانش حد عارف السلطه الخضراء دي، هي تقريبا ظهرت اكتر في الاربعينيات من القرن الماضي، يعني مش القرن بتاعنا. بيقال ان السودانيين هم اللي دخلوها لمصر، هم كانوا بيقدموها لضيوفهم، واتنقلت عن طريق بقى عن طريق الطعمية تقريبا، البائعين يعني بتوع الطعمية السودانيين يقال كده. فاحنا عايزين برضو ايه تشاركونا المعلومات الحلوة دي، عشان اذا هي صحيحة وجميلة نبقى كلنا مستفيدين منها. حلو كده، بس الفلفل الاخضر ده جميل. عايز اقول لكم فوائد الفلفل ده كتير حلوة، كتير قوي، بالذات للناس اللي هي بتعمل كمان دايت، بيزود المناعة، غني فيتامين سي. وعايزة أقول لكم في كمان يعني بيساعد في تحفيز شغل الغدة الدرقية بشكل حلو، حاجات كتير جميلة بصراحة. الرياضيين كمان بيستخدموه، هو الفلفل ألوان، وهو على فكرة كل أنواع الفلفل غالبا نفس الفايدة، مفيش فرق. بياخدوه بقى يعملوا بيه إيه، ياخدوه مكان العيش. يعني انا هاخد دلوقتي مثلا الفلفلايه دي، هغمس بيها الخضار او الاكل بتاعي، مكان الجبنه القريش او اللي عليها زعتر وزيت زيتون، باكل بالخضار ما باكلش بالعيش. فدي جميله جدا برضو الفكره دي للناس اللي بتعمل دايت، يعني تقدروا تستعينوا عن العيش بان احنا نستخدم مكانه الخضار. خلاص هاخد كده، مش بحب برضو اقطع الخضار كتير، مش بحب السلطه النمنم قوي لانه بحس ان فوائدها راحت، فببقى زعلانه وانا باكلها. هناخد كده الطماطم والخيار، ممكن ناخد جزرايه كده حلوه برضو. انا عايزه بس ايه اعمله شرايح رفيعه، عشان وعارفين حتى لو انتم مش قادرين تعملوا طبق سلطه، عارفين تعملوا ايه، اعملوا قطعوا الحاجات دي متقطعة حلو جدا كده، شرايح كده رفيعة، وروحوا حاطين عليها عصير بس ليمون، يا نهار أبيض، كافية جدا حتى لو مش قادرين تعملوا طبق سلطة كامل دلوقتي، فاهمين قصدي ازاي؟ كده ادي حاضر كده، ونعملها. بتبقى برضو من الحاجات الجميلة. هناخد قلب الخصاية ونحطها ونتعامل مع الموضوع. اللي بيحب الجزر مبشور اوكي ممكن يبشره، اللي بيحبه متقطع كده ممكن شرايح كده بايدينا، مفيش مشكلة برضو، الاتنين واحد وشغال. هي بس اهم حاجة في السلطة دي ان احنا نسيبها شوية في التلاجة بس، لان السلطة لما بتبقى ساقعة بتبقى جميلة ومفيدة، محتاجين بقى طول فترة الشتاء دي نكتر من السلطات الحلوة دي. تعالوا بقى ناخد كده هنا شوية من الجزر الجميل ده كده، وهاخد الخس معانا، خس بلدي. مين معانا؟ مدام أحلام من الجيزة، أهلا وسهلا. معانا مدام أحلام من الجيزة، من الوراء، من اكتوبر. أهلا وسهلا يا فندم، شرفتينا. أهلا بيكي. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انا بخير يا فندم، طول ما حضرتك بخير. ممكن تسمعينا من التليفون؟ يعني اوصي التلفزيون بعد اذنك. ماشي. انا معجبه بحضرتك جدا حبيبتي،
اه والله ربنا يبارك في عمرك يا رب ويديكي الصحة. يعني انا ضغط كده عشان اعرف اكلم حضرتك. يا حبيبتي ده على راسي والله، مكالمتك عزيزة وغالية عليا يا فندم والله. الله يخليك. تسلمي يا فندم. انا نفسي بس عندي مشكلة وعايزة اقولها لك. اتفضلي. يعني انا سامعاكي. طب ايه فين راحت المدام يا ولاد الصف؟ طب يا ريت حضرتك احنا عشان هنطلع فاصل حاولي ترجعي تكلمينا تاني. احط بقى البصل، البصل ده ممكن يبقى اخضر او احمر، ما بتحلاش غير بيه. البصل ده حلو للمناعه جدا، ينقي الدم، مضاد للبكتيريا والفطريات ومضاد حيوي زي ما بيقولوا يعني، فمهم قوي. هناخد بقى كده ايه هنا، خد معلقه كده، عايزه اقلب الحاجات دي كده اجيبها من تحت لهنا، يعني ايه نخلطهم الاول كده مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطوا بقى عندكم فجل، حطوا بصل اخضر ماشي، جرجير ماشي، احنا حطينا كله تقريبا. الورقيات دي جميله ومفيده وخصوصا البقدونس، الناس مش بتحب الشبت في السلطة ممكن تحط بقدونس، مفيش مشكلة، ممكن تحطي كزبرة خضراء، حطي جرجير، الحاجات دي. أوراق السلق كمان مفيدة جدا، ممكن تتقطع رفيع جدا جدا وتتحط، بتبقى ليها طعم جميل. يعني مفيش حاجة من الخضروات دي مش مفيدة الحقيقة يعني. طيب هبدأ بقى أعمل كالآتي، هاخد الدريسنج ده كده وهجيب بولة. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط فيها شوية الشطة، وده اختياري اللي بيحبها مشطشطة، شوية الكمون، وهاخد الملح. أكمل بالشطة؟ حاضر والله عشان خاطر عيونك. عشان خاطركم ورشة الملح. يعني أنا أفضل طبعا إيه نقلل كمان الملح في السلطة، لأنه بيبقى فيه ليها طعم كده، هي في الخضروات في منها ليها طعم. فأنا ما بعصر الليمون على فكرة، والله الليمون يعني يغني يغني عن طعم الملح في الحاجة. هاخد كده من الخل معلقتين كده، وهاخد من عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. شوية زيت. حاضر يا حبايبي والله حاضر. ادي كده شوية زيت خفيفة، زيت زيتون مش عايزين كتير، ونقلب كده تقليبة حلوة. وبعدين هضيف هنا الميه المتلجه. بصوا الميه مشبره ازاي على الجار بتاعها، بتفرق قوي. كوبايه ميه حلوه كده بقى عشان نعمل صوص للسلطه دي، تطلع كده زي اللي احنا بن ايه اهي، شايفين؟ طيب بسم الله، بس كده اهو بنقلب الخليط الحلو ده، وهنحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالوا نقلب بقى الخليط الجميل ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم كده. عايزه اقول لكم الطعم هيبقى رائع، شايفين ازاي؟ الله. ناخد ملوكه من الجيزه. يا ملك اهلا وسهلا. يا ملك اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بحبك قوي 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 يا روح قلبي، احبك الذي احببتني فيه يا نور عيني. عندك كام سنه يا ملوك؟ عندي 9. ما شاء الله، العمر كله ليك يا حبيبه عمري. انت بتتفرجي على البرنامج يا لوكا؟ اه. وليه دلعك في البيت ايه طيب؟ لوكا. لوكا، شفتي انا عرفت ازاي بقى؟ حبيبه عمري. قولي لي عايزه حاجه معينه اعملها لك يا لوكا؟ لا. فكري. طب انت بتتصلي عشان تسمعيني صوتك الجميل ده؟ اه. انا مبسوطه ان انا سمعت صوتك قوي قوي يا لوكا. شكرا. ممكن تبقي تكلميني تاني لو سمحتي؟ باي باي يا لوكا، نورتيني وشرفتيني. طيب بصوا كده هقلب بقى تقليبه حلوه، المفروض انا احطها في الثلاجه واسيبها بقى. السلطه دي روعه. ندى طمعانه فيها عشان هي بتعمل دايت، ممكن يعني ايه اجرنشها لك برضه يا نودي. انت يعني حبيبتي قلت لك شريحتين خاص بعد جزر كده على الوش.
اما ايه صح نحطهم لي كده تنقنقيهم. انتوا عارفين انا اكتر حاجه بحبها الحاجات المتقطعه كده زي الارنوب. ايوه بالظبط. يلا بينا ناخد كده طبق هنا وخليني الاول المعه كده وانضفه كده كده. بسم الله. وهناخد السلطه دي كده. بسم الله. على فكره من اطباق السلطه الجميله. والصوص ده الميه دي بقى يعني في ناس بتحب تشربها بس ما تكتروش. اسلامي يا روح قلبي بس ما تكتروش الشطه يعني. ممكن مكان الشطه الباودر نحط قرن فلفل فيبقى متشاف للناس اللي ما بتحبش. بس طبعا ايه برضو بيسيب اثر اكيد لما بتتنقع بيسيب اثر برضو الحار في وسط السلطه كده. فطبق السلطه ده مفيد ومهم. والصوص بتاع الميه ده عايز اقول لكم جنب الخضار والرز كده متعه. كان اخويا ربنا يديله الصحه واحنا في البيت لما كنا بقى في بيت بابا وكلنا وكده كان هو اللي لازم يقوم يعمل السلطه. غاوي الحاجات الصحيه وهو اللي غاوي يقوم يعملها جدا. هقول لكم بقى حاجه غريبه جدا. لما كنا نبقى في رمضان وبعدين نقوم بقى كلنا ونستعد وكده فكان يوضب السفره كويس جدا ويظبطها لنا وكله تمام بس اخر حاجه يجيبها هي الادوات. يعني ما يحطش معالق وسكاكين وشوك الا وهو داخل يقعد على السفره. بيحفظ حقه. ايوه صح. فكنا بقى نقعد نقول له فين مش عارف ايه فيدخل يضحك ويقول عشان ما تبداوش من غيري. بصوا كده ونحط بقى ايه كام جزرايه الحلوه دول. نودي حبيبتي حلوين يا نودي تسلموا يا حبايب قلبي. يلا بينا بسم الله. نبص بقى الفاصوليا بتاعتنا الحلوه دي مع بعض كده ونشيل هنا الجزر ده بقى. عايزه حضراتكم تضربوه في الخلاط ويا سلام لو معاه شويه رمان وشويه برتقان واضربوه والولاد تشربوا. للناس اللي ما عندهاش عصاره الجزر ما بقتش ضروره دلوقتي والله. واعملوا الجزر وهو ني مش لازم تسلقوه. بصوا